اكيد لسه اللقاءات مستمره، وبنتكلم في كره السله وكره اليد، والسنه دي موسم رائع جدا لالعاب الصالات. وجوست بوش يمكن شعر كمدير فني لفريق كبير عندما تولى مسؤوليه تدريب الاهلي خلال الفتره الاخيره بالبطولات والالقاب والاتموسفير والاجواء داخل النادي الاهلي. ولكن في لقاءات اخرى مع الكابتن احمد الجرحي والكابتن مي عاطف طبعا من كره اليد مع زميلتنا هنا ابو القاسم. اتفضلي يا هنا. مرحب بيكم طبعا من جديد وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين معاكم بقى في تغطياتنا الحصريه لافتتاح فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس، ومعي في هذه اللحظات طبعا كابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق الاول للكره السله رجال، وكمان طبعا كابتن امين عاطف لاعيبه كره اليد بالنادي الاهلي. بداية طبعا برحب بيكم على شاشه قناه النادي الاهلي، سعداء جدا ان انتم معايا، وعايز اعرف بقى ايه رايك في الافتتاح؟ افتتاح حلو قوي، واحنا مبسوطين ان احنا موجودين هنا في فرع النادي الرابع. يعني الحقيقه كابتن احمد حضرتك دايما بتكون حريص ان انت تكون موجود، طبعا ابن من ابناء النادي الاهلي، عايزك تكلمني اكتر بقى عن الافتتاح، والحقيقه ان انت دائم الوجود في كل انجازات النادي الاهلي دايما بتشهد عليها وبتكون متواجد. بصراحه يعني حاجه مشرفه جدا للنادي الاهلي، الفرع الرابع ده تاريخ ان احنا نبقى متواجدين. يعني اكيد ساعه افتتاح الفرع الاولاني خالص في الجزيره 1907 الناس كانت مبسوطه ان هي بتشهد الانشاءه، احنا الحمد لله شهدنا على واحنا صغيرين على اهلي مدينه نصر، اهلي الشيخ زايد، بعديها اهلي تجمع، فده طبعا فخر لينا كلنا كاولاد النادي الاهلي جايين نحتفل النهارده كلنا مع بعض مع مجلس الاداره مع الاعضاء مع اللاعبين القدامى واللاعبين الحاليين. فبصراحه يوم جميل جدا، وبنحيي مجلس الاداره الحالي والسابق على الانجاز ده، ويا رب كده الاهلي ان شاء الله نشوف في كل محافظه النادي الاهلي باذن الله. الحقيقه ان دايما النادي الاهلي بيكون حريص ان هو يجمع ابنائه ونجوم الكوره، وده شايفينه النهارده يعني لفيف من نجوم الكوره وطبعا المسؤولين، حضرتك شايف ده ازاي؟ بصراحه دايما النادي الاهلي حريص فعلا على دعوه ولاده، ودايما ان هم يحتفلوا معاه في اي ايفنت موجود في اي افتتاح جديد، هو ده يعني دي روح النادي الاهلي دايما، ان احنا كلنا اسره واحده، كلنا دايما في ظهر بعض، سواء في مباريات سواء في افتتاح فروع جديده سواء في حفلات في اي حاجه، النادي الاهلي دايما بيحاول يجمع ولاده حواليه. بشكركم جدا وسعداء جدا ان انتم معانا النهارده. ميرسي جدا، شكرا شكرا. يعني طبعا ده كان لقائي مع كابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق كره السله رجال، وكمان طبعا كابتن امين عاطف لاعيبه الفريق الاول لكره اليد سيدات، ولسه مستمرين معاكم طبعا في لقاءاتنا الحصريه، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هلا ابو القاسم، بشكرك شكرا جزيلا. والنهارده الحفل يعني او الافتتاح يخص كل اهلاوي، كره القدم، السله، الطايره، اليد، اعضاء الجمعيه العموميه، رموز النادي السابقين، كل النهارده بيشارك، حتى كابتن محمود الخطيب دلوقتي كان بيكرم حتى العمال، حتى اللي يعني اللي شاركوا او اللي موجودين جوه النادي النهارده. الحفل ده او الفرح ده يخص الجميع.